الابيزود دي او الفيديو اللي متصور ده بقاله اكتر من 5 سنين على اكسترنال هارد. مفيش يعني مفيش سبب ان انا اعمله شير دلوقتي اكتر من ان انا لقيته بالصدفة. لو انت سينثيتايزر جاي او بتحب الايكويبمنت زي و especially الانالوج سينثيتايزر جير اللي هي زمان ناس كتير كانوا بيقولوا لنا انا وعمر حفني ان يعني سبب ان المزيكا اللي احنا بنعملها سببها ان الايكويبمنت بتاعتنا غالية وكويسة. بس خلاص يعني دلوقتي انا شايف ان اي حد دلوقتي بيتصور مع سينثيتايزر actually بقى حاجة كويسة ان انت تحط الجير بتاعتك اونلاين. ف bear with me يعني ان الواحد بعد اكتر من 15 سنة بيشير فيديو للإكويبمنت بتاعته. لو انت لسه من الناس اللي فاكرة ان احنا او الواحد بي يعني بيتنطط وبيشو اب, خلاص يعني ما الإكويبمنت دي بقت افيلبل وكل الناس عندها. وهي الفكرة في الاخر ان الإكويبمنت عمرها ما بتعمل مزيكا, انت بس اللي منفسا يعني. ف enjoy it for everyone who is not thinking this way. واحد طبيعي بتحب العدة وبتحب المزيكا. Have fun. وانا I think I'm gonna share more stuff for the fuck of it. Yes. Have fun. بس تراجعت يعني. طيب خلاص خليها كده بقى, خليها على كده. That's it. Fine. مساء الخير, انا محمد رجب وانتوا في راديو اسيد ستوديو. ده المكان اللي انا بشتغل فيه وبعمل فيه كل شغلي. واكشلي النهارده هناخد تور في الاستوديو وفرجكوا على الايكويبمنت وزي ما بيقولوا كده المطبخ بتاع ماشيني مان وبروجكت جديد اسمه بورديزو. يلا نشوف اللي بيحصل. الحاجات دي الصوت بتاع الحاجات اللوجيك اللي عندك لما بتيجي تسجل بال VSTs وال virtual world بتاع الساوند واللابتوب ميوزك صوتهم كويس جدا, بس لما بتيجي تميكس بيبقى في مشكله في الميكسنج. انت هتحتاج كومبريسور وهتحتاج حاجات كتير عشان تانهانس الصوت نفسه. يا اما تسجل ببري امبس, which is انا شايف لو ابتديت تدفع فلوس في بري امبس وافكتس يبقى احسن لك تجيب سينثيتايزر. الكويس بقى في الانالوج سينثيتايزرز دول والمينلي مش الهاردوير الانالوج سينث ان هما بيخشوا في الميكس بمنتهى السهوله. يعني ما بيعملش كليبنج, فاهم ازاي؟ الحاجات اللي بتضايقك ما بيعملش اي حاجه من الحاجات دي. اكشلي هو صوته هايل, هو جواه كومبريسورز وقبل ما بيطلع عنده بتاع 4-5 فيدرز افكت وفوليومز. فدول لما تسجل بيهم all in all وتيجي تميكس, الميكس هيطلع سهل بالنسبة لك والاوتبوت هيطلع very powerful. يعني عملت الحاجات دي, انا مش مهندس صوت بس انا مش عايز اقول لك ان الميكس بتاعي كويس جدا, بس مش السبب ان انا فظيع. السبب ان الايكويبمنت دي بتساعد في الميكس, بتخلي الصوت احسن. ده صوت السينثيتايزر. حتى المونو ايفولفر في اوسيليتر اسمه هايبريد, يعني في 2 اوسيليتر انالوج و2 اوسيليتر ديجيتال. ده اول سينثيتايزر انا جبته في اوسيليتر انالوج. اول مره اسمع صوت الانالوج كان في السينث ده. هو ده السبب ان انا غيرت كل حاجه. فرفيزا 110 بروفيشنال. ده احنا بنتكلم دلوقتي على الفينتج انالوج بارت في الاستوديو. اكتر حاجة قديمة الفرفيزا سنة 78,
وسولينا، اعتقد ان سولينا برضو كان اخر السبعينات. فورفيزا هو ايميوليشن للهاموند. يعني شخصيا اكتر صوت مقنع بالنسبة لي لما نيجي نتكلم على analog synthesizers، وانا استخدمته في اخر ألبوم Solitude، سجلت بيه كله بعد لما جبته وسمعت الصوت. قررت اني هعمل ألبوم مخصوص للفرفيزا، وفعلا عملت Solitude وبالفرفيزا والسولينا والميني موج. الصوت ده بالنسبة لي أنا شخصيا يعني كان حلم إن الواحد يبقى عنده جهاز فينتج حقيقي. فعلا بعد لما الواحد جاب السينثيتايزرز الفينتج ده عرف الفرق بينه وبين الإكويبمنت الجديد. ف الفرفيزة يعني بتهيألي أي حد بيلعب سينثيتايزر حلم، يعني من الأحلام إن أنت يبقى عندك حاجة زي كده، الواحد محظوظ إنه جابه. ده السولينا، ميني موج فويجر ده جزء اساسي من الصوت بتاع ماشيني مان، اسف ما سجلناش بيه في فيروم كتير، وبرديزو كل البيس ساوند حصلوا من هنا. ميني موج اي اغنيه او اي حاجه انا بشتغل فيها اعتقد ان الميني موج بيبقى موجود بنسبه 90% بفكر فيه قبل ما افكر في اي اكويبمنت تانيه. هو موجود في كل المزيكا، حتى لو مش بسجل بيه ممكن عندي اوديو ان. الميني موج فويجر يعني هو الصوت بتاع السينثيتايزر في العالم. ده اوسيليتور 1، يعني على شورة الفلتر.